اخر شيء. يا اهلا يا اهلا ويا مساء الاجواء الجميله. متخيلين بنات انها قاعده تمطر من 11 الصباح، والحين احنا الساعه 3 وما زالت بتمطر، وكاتبين في الطقس انه المطر راح يستمر لبقيه اليوم وكمان احتمال الين بكره. المهم مو هذا موضوعنا، حابه اقول لكم واخيرا وصلت شحنه شين، فحقيقي مره مبسوطه انه توصيلهم صاير سريع في غضون 9 ايام تقريبا. وصلت، انا اكدت الطلب ب 16 رمضان واحنا اليوم 24 والطلبية حقتي وصلت، فحقيقي كلش مبسوط. المهم حبيت اصور لكم اليوم، ادري ان اليوم 24 رمضان، بس عشان الطلبية هاد اللي انا طلبتها من شيئين تخص او فيها اغراض العيد، لسرعة الوقت فتحت كل الاغراض من الكراتين اللي هي الاشياء الصغيرة هذه، بس باقي لي الملابس وهذا الشيء اللي هنا في هذا الكرتون. مرة تحمست اطلبه على تعليقات الناس، مع انه انا مو محتاجه للامانه، لكن يعني تحمست، يعني حسيت انا ممكن في المستقبل بعد كذا اجرب اشياء ثانيه من عند شين بعد ما اجرب هذا الشيء، فراح احكم بعد ما اجربه واقول لكم برضو كمان، يعني انتم ممكن اذا طلع كويس تستفيدون. المهم طبعا بنات هذا الامانه مو اعلان، بس هحط لكم كود الخصم حقي، يخصم لكم ممكن لو حابين 15% من قيمه طلباتكم. طبعا اول شيء راح اوريكم الاغراض البسيطه حق البيت، بعد كذا راح ندخل على الملابس. يلا، اول شيء طلبت هذه اللي هي ملعقه وفي نفس الوقت صفايه، اللي هي مثلا للباستا للاندومي، مره حلوه. طبعا انا كانت معايا واحده اصغر منها، هذه مره حلوه جايه حجمها كبير، شايفين كيف كانت معي واحده اصغر وانكسرت علي. حقيقه انا دحين في ورطه، لانه انا دائما الباستا الاندومي كذا احب يعني اسلقها نص سلقه واشيلها واخليها تستوي مع الصوص، يعني بس كذا شيء صغير وخفيف في نفس الوقت. طيب شوفوا معايا هذا الشيء اللي طلبته اكيد لفطور العيد، ما شاء الله يجنن يا بنات، نوعيه الخشب اللي هنا جودتها مره كويسه، حتى لون الخشب حقها جاي مره فخم. وكمان طلبت هنا هذا الشيء، الصحن الصغير الكتكوت، طلبته ليوم احطه فوق الميزان واحط عليه البن، بدال ما احط نفس الغطاء حق المطحنه، فكذا يكون صحن مخصص للبن. وكمان طلبت سكوب للايس كريم، ما راح ارفعه زياده لانه مره يعكس، مره يعكس، فمره حلوه الجوده حقه. انا طلبت الوسط فحجمه مره كويس. طلبت هذه الاعواد، ما ادري ليش حسيت اني انا مره احتاجها، تيجي كم حبه؟ 100 حبه، ايوه تيجي 100 حبه، كان سعرها مره حلو، فقلت يعني اخذها لاني احس احيانا كذا احتاج اعواد، فهمتوا؟ هذه فكرتها مره حلوه، واحس تفك ازمه للناس اللي هنا، لانه هنا السله عندهم ضروري يعني ما تقدروا تاخذوا واحدة الا بعملة معدنية، فاحيانا ما يكون عندنا يعني، فاحيانا نضطر ناخذ سلة، فطلبت هذه تتعلق مع المفاتيح وخلاص، يعني تدخلوها وتقضوا، مرة حلوة، بس ما جربتها للامانة اذا هي من جد تشتغل او لا، بس الناس تقول انها مرة كويسة وتشتغل معاهم، يعني يوم يدخلونها يقدرون ياخذون السلة ويتقضون. بعدين اكتشفت اي صح، بعد ما طلبتها ماجد قال لي انه ترى تنباع هنا في ألدي، يعني ما كان داعي انك تطلبيها من شيئين زي كذا، بس يعني اتس اوكي، يعني حتى كمان نفس السعر اللي في شيئين. طلبت حبتين شايفينها، هذه الاكياس طويلين العمر للمقاضي، طلبت كمان اثنين زياده لانه احس احيانا الاثنين اللي معايا ما يكفون، يكونون كذا مره مليانين، فخلاص قلت اطلب اثنين، واشكالها مره كتكوتة، شايفين الرسمه حقتها مره حلوه. وكمان طلبت شنطه العمر، مره كتكوتة ومره خفيفه كذا، شايفين؟ بس بصراحة أنا طلبتها يعني أحط فيها السناكات، يعني خلاص يصير ما أحط سناكات بشنطتي، بشنطة عمر، ويصير خلاص هو يشيلها بنفسه. أكيد إني طلبت أكواب للعيد، شايفين الأكواب تجنن، مرة حلوة بصراحة. شوفوا معايا جمال الكوب يا بنات، يعني حقيقي شيئين مبدعين. طبعا بما إني أنا أعشق القهوة الباردة، فأكيد إني طلبت لي كوب للقهوة الباردة. أنا مرة أحب الأكواب اللي تجي كذا فيها غطا، مدري ليش بس حقيقة مرة تعجبني، فطلبت هذا الكوب، جاي قزاز، خامته يا بنات خامة القزاز مرة ثقيلة، يجي المصاص مع الغطاء والكاسة. بالنسبة للإكسسوارات بنات، دائما أنا يوم أدخل شيئين أختار من الإكسسوارات عالية الجودة، حقيقي ما يتغير
لونها معايا من السنة اللي فاتت أو العيد اللي فات، عيد شوال صورتها معاكم، إلى الآن ما زالت محافظة على لمعتها وعلى لونها بيرفكت. بنات شوفوا معايا هذه الإسورة، لمعتها تجنن على قد ما إنها بسيطة بس حقيقي رائعة. في كذا كاتبين إنه هي فضة وكاتبين كذا عليها كلام، فراح أكبشر لكم وتصيروا يوم تدوروا على نفس هذه الكلمة. الجودة حق هذه الإكسسوارات مرة كويسة. أوكي شوفوا معايا هذا الخاتم، مرة بسيط وحلو بالضبط. شوفوا بنات الحجم، الحجم ترى مرة كتكوت يعني كيف بس أبغى أوريكم تقريبا قريب من الكوب، من حجم الكوب، مرة كتكوت مرة صغير. طبعا للأمانة أنا ما انصدمت لأنه كانت الناس كاتبة في الكومنتات إنه حجمه ترى مرة صغير. زائد إنه ما أقدر أتحكم في درجة الحرارة، درجة حرارة واحدة بس، في بس موجود زر التشغيل فقط يعني هذا اللي موجود. طيب شوفوا هنا معايا، طلبت هذا الشوز الرياضي العمر، مرة حلو وجاي بالملي، وأكيد طلبت سليبر جديد مرة كتكوت. شوفوا كيف مرة حلو ناعم كذا قطن. خلاص يعني اعتمدت اني انا اخذ البيج، وبعد كذا اذا انعزمت ادخلها الثلاجة ادخلها الغسالة، ومرة كتكوت مرة حلو. شايفين الرسم اللي عليها مرة تجنن. شوفوا معايا جمال الكعب يا بنات، هذا الكعب حاليا قاعدة اشوفه في الاكسبلور في الانستغرام، مرة حلو يا بنات، مرة انيق باللبس يجنن. ابغى اوريكم وانا فرفر في موقع شئين، شفت حاجة وقلت ضروري اطلبها بالضبط، سجادة صلاة. بصراحة ما توقعت ان شئين يوفر سجادات صلاة، لكن انصدمت، في اشكال في انواع مرة كثير. طلبت هذا النوع، لو تلاحظون اصلا سحبين منه الهواء اللي يجيكم السجادة اللي تنتفخ شوية كذا تصير فيها زي القطن. فالحين راح افتحها معاكم ونشوف اذا هي من جد كويسة او لا. الله جبت المقص، الله بنات شوفوا الملمس حقها مرة ناعم وقطنية. يلا نفتحها بسم الله، الله حجمها مرة كبير ما توقعت. شوفوا واو ما شاء الله كانها فرشة. استنوا احطها على الارض واوريكم كيف شكلها. صراحة ما توقعت بيوم من الايام اشوف انه او اشوف شيئين يوفرون سجادات صلاة بهذه الجودة الحلوة. بنات مرة تهبل مرة تجنن، يعني من جد لا تفوتكم هذه السجادة. سبحان الله الجمال، الغيوم مع الطبيعة والأشجار، يعني حقيقة منطقة صراحة جبار. المهم أمس أو تقريبا قبل أمس أعلنوا أنه يوم الأربعاء هو أول يوم العيد، فحقيقة الوضع كان كذا اللي قعدت افكر ايش راح اسوي ايش، وحقيقه جبت ورقه وقلم وقعدت اكتب لستة المهام اللي ابغى اسويها على اساس تكون باخر يوم، وانا قاعده اكتب وكل ما لها المهام بتزداد. بصراحه قلت ما راح اقدر اكمل هذه كل المهام بيوم واحد، ضروري انا اجزئها. فبدات امس عملت شوكولاته العيد كذا، يعني حتى ما صورت على اساس انه كنت ابغى اجرب، اذا ما ضبط راح انزل واخذ شوكولاته. لكن بنات طلع الطعم جبار، راح اوريكم هي بس، يعني حقيقة ما توقعت، مرة طلع لذيذ. وكمان شايفين انا نسيت ما اصور لكم الملابس اللي طلبتها من شئين، وهي جزء مهم في هذا الفيديو. فوانا قاعدة انزل الملابس عشان اخذها على الغسالة تذكرت ان انا ما صورتها، ويعني قعدت اشيك من جد انا ما صورت. فيلا بسرعة دحين راح اوريكم هي على السريع. اغلب الملابس طبعا شتوية لانه خلاص امس حتى كمان اتغير عندنا التوقيت الشتوي، يعني نقصت ساعة، فالمغرب كمان اليوم راح يأذن مرة بدري على 5:49. المهم أول شيء هنا فتحت أنا هنا ملابس عمر، طلبت له هذا السويتر وهذا البنطلون الجينز. القماش مريح مريح كذا، القماش لين، أنا أعشق البناطيل الجينز اللي تجيكم مريحة باللبس ما تضايق كذا وتحسون إنها ضيقة الصدر. القماش هي مو ضيقة بسبب قماشها. وكمان طلبت له هذه تجنن يا بنات، حتى يعني حاطينها بالموقع ملبسينها اللي هم الأطفال الكوريين أو الصينيين، خطيرة تجنن. عشان كذا أنا كمان طلبت هذيك الشنطة اللي وريتكم هي، لأنه كنت أبغاها يلبسها مع هذا اللبس. كانوا مصورينها بالموقع مع بنطلون جينز أسود، أنا توقعت البنطلون راح يجي معاها بس لا تجي لوحدها. المهم
فشوف السويتر مرة حلو، جاي اللون الأصفر مع الرمادي خرافي. وكمان نوعية السويتر مرة حلو كذا ناعم. وكمان أخذت لعمر هذه البيجامة، هذه ميزة هذه البيجامة مرة حلوة، هذه للشتاء يعني يوم يجي الشتاء الصدقي البرد الحقيقي، يعني من جد هنا بردهم ما يمزح. البيجامة تجيكم من الداخل كذا، شوفوا كيف زي البطانية مرة حلوة، فعشان كذا أخذت له. هي كان في منها أشكال مرة كثير وأخذت له هذه، يعني قلت أجربها إذا ما تنمش، لأنه بصراحة نوعية قماشها من كذا يعني من الإحساس إنها كأنها تنمش، فقلت خليني أجربها وأغسلها وأشوف، إذا نمشت راح أكنسل يعني، لأني كنت ناوي أطلب كثير، بعدين قلت خليني نجيبي وجربي. فنوعية القماش للأمانة يعني جاية كأنها تنمش، بس خلينا نجرب، يمكن هي عشان داخلها زي البطانية، يمكن كذا القماش حقها، الله أعلم. فخليني أغسلها وبعد كذا أقول لكم إذا هي كويسة أو لا. شوفوا معايا بجامة العيد حق عمر، مرة حبتها. أول شيء إنها كذا جاية مرة كلاسيك ومرة حلوة، ونوعية القماش حقها جاي شوي ثقيل، وكمان أحس إنه ألوانها جاية شتوية، فعشان كذا طلبتها. يعني خلاص اثنين في واحد، عيد وملابس تناسب الشتاء. هذه ضريبة اللي تطلب متأخر. يوم جيت أطلب البجايم، خاصة البجايم، كانت المقاسات مخلصة، بس اللي هو مقاس السمول مخلص، فحقيقي يعني صرت خلاص أدور بس أي بجامة، يعني بس على أساس إنها تكون بجامة عيد، لأنه أحس بجامة العيد هي من الأشياء المهمة كمان. بس حلوة ولونها جاي أصفر، يعني كنت صراحة ودي بوردي وشي زي كذا، بس حقيقي الورديات كلها مخلصة. وكمان طلبت هذا البنطلون، طبعا هذا مو للعيد للأمانة، طلبته كذا للبيت مع التيشيرتات مع البلوفرات، بس حقيقي نوعية القماش رائعة، جاي القطني وكذا نوعا ما ثقيل، بس حقيقي مرة حلو. فيلا دحين راح اوريكم اياه، لانه خلاص هو باقي اخر شيء اللي هو فستان العيد. شوفوا معايا فستان العيد، طبعا نوعية قماش الفستان جاي كذا صوف، اول مرة اطلب كذا فستان عيد يكون صوف، بس حقيقي مرة حلو، حتى باللبس راقي كذا وانيق، يعني حقيقي شيء حلو. انه هنا عندهم أجواءهم كلها تكون في الصباح، بعد كذا بالليل ما في أجواء، فهمتوا؟ يعني خلاص تتغدي تنامي يا حبيبتي، فما في ما تحسون صراحة بأجواء مرة، يعني عكس عندنا، إحنا عندنا العيد صباح وليل، يعني طلبت كذا أشياء بسيطة نفرح فيها ونغير ونحس بالعيد. شوفوا معايا، أمس عملت هذه الكمية تمام، بعدين حسيت إنها مرة قليل وعملت هذه كمان، يعني قلت زيادة، فدحين راح ارتبها معاكم هنا. هذا الصحن راح يكون حقه حق التقديم، ومرة حلو كذا صغير، وما حبيت اكثر لانه يعني احس انه هذه الكمية تناسبنا كعائلة صغيرة. اوكي جيت على الكيمارت ابغى اخذ الصحن اللي راح احط فيه الفطور العيد، فمرة محتارة بين الخشبي، هذا جديد اول مرة اشوفه، شوفوا كيف، وبين هذا، وأحس إني أبغى أغير لأنه بالعادة دائما أنا أعمل خشبي، أحس كذا هذا كذا شكله مرة حلو، مدري ليش. في واحد ثاني بصراحة أنا كنت جاية على أساس أخذه، شفته بالموقع لكن ما هو موجود، ما أدري وينه. شوفوا هذا كمان هنا مرة حلو. جيت على السوبر ماركت، فجيت اخذ ورد للعيد، بس صراحة كنت مرة محتارة ووقع الاختيار على هذا اللون، يعني بصراحة من احلى الالوان الموجودة هنا. ما شاء الله انواع الاجبان مرة كثير، بصراحة محتارة ابغى اختار اطعم شيء. أذكر آخر شيء صورته معاكم يوم حطيت الأغراض على الطاولة، وقفت التصوير وقتها لأنه حقيقي بسرعة سويت الفطور، يعني مرة بدري على أساس إنه يعني أنام شوية بحيث إني أجمع طاقة لليوم، لأنه كملت كمان خلاص
آخر الأشياء أو المهام اللي كنت أبغى أجهزها للعيد. يعني خلاص الحين ما عندي ولا شيء، فعليا البيت نظيف تماما، ناقصني الحين أسوي أول شيء أبغى أحط الورد على الموية لأنه نسيت ما أحطه على الموية. ثاني حاجة أبغى أسويها، أبغى أسوي الكريمة معاكم حق تزيين الكيك، حتكون جديدة ما قد سويتها في حياتي، فما أعرف إذا راح تضبط ما راح تضبط. أنا جهزت هنا كل شيء بس باقي كريمة الخف، أنا تركتها في الثلاجة لأنه كاتبين ضروري نحطها باردة. المهم طريقة الكريمة هذه جدا بسيطة، المقادير حقها عبارة عن 350 جرام من الزبدة، ضروري تكون بدرجة حرارة الغرفة وتكون يوم كذا تمسكونها بيدكم تكون جدا لينة. بعد كذا راح نخفقها إلين ما تصير معانا كذا الزبدة فلافي، بعدين راح نضيف عليها 150 جرام من السكر البودرة، تقدروا تطحنوه في البيت، ما يفضل انه يكون السكر البودرة جاهز، بحيث انه سكر البودرة الجاهز حق برا اللي ينباع يكونوا ضايفين معاه نشا يكون افضل ويكون ناعم اكثر. بعدين نخلطهم مع بعض ونضيف شوية فالينيا و 70 جرام من كريمة الخف، وراح نخفقها وراح تصير معنا جاهزة. شايفين كيف مرة سهلة؟ اللي كنت دائما انا اسويها شوي كذا يعني بصراحة تاخذ وقت، يلا دحين راح اسويها على السريع. طبعا الحشوة ما بين الكيك انا دائما افضل التوت، طبعا هنا عندي التوت المجمد، راح استناه قبل ما اسوي الكريمة راح يكون قد ذاب، وراح اسقي نفس الكيكة بالعصير الفيمتو، احب الكيك اللي بالفانيليا كذا يكون معاه نكهة فيمتو، يطلع مرة لذيذ مرة طعم كذا حامض على حالي. أول ما تطلع معانا الكريمة زي كذا شوفوا كيف متماسكة، خلاص صرنا نوقف من الخلط وتصير جاهزة. فدحين راح أنزل الكيك من الثلاجة وأبدأ أحط عليها التوت وأحط عليها الكريمة وأسويها. طبعا الخليط اللي هنا راح أقسمه بالنص، نص راح أتركه بنفس اللون حق الكريمة والنص الثاني راح أضيف عليه ملون طعام باللون الأزرق. طبعا هذه كيكة على قد الإمكانيات، ما عندي الستاند ولا عندي أغراض الكيك، قاعدة أعمل بالسكين. اكتشفت انه معايا قم اخذته تقريبا من زمان، ومعاه يجي اكثر من شكل، احط شويه من الكريمه وابدا ازين من فوق. قالت يوم الثلوث او اخر يوم في رمضان راح تقعد في البيت تعمل ريلاكس وعناية وكذا، مع انه انا خلاص خلصت كل شيء بس طلعت لنا شغلة من تحت الارض، فالحين رايحين على محطة القطار وحاخدكم معايا حخلص الشغلة الاولى بعدين. يعني انا ناوية كذا يعني قلت دائما رايحين ومسافة طويلة راح اروح على السوق الموجود هناك لانه عندهم خيارات مرة كثيرة عكس عندنا. جيت على السوق اول مشوار اخذت لعمر هدية العيد لانه حقيقي انا وعدته اصلا انه بالشهر مرة اخذ له لعبة اذا خلص مهام وساعدني وما تعبني كثير، وما اخذت له بصراحة، فخلاص اثنين في واحد، هدية عيد وهدية انه قاعد يساعدني بالبيت ويكمل المهام حقه نفسه. شفت هالمحل في طريقي وما قدرت ما ادخل،
ناس أعشق أشياء المطبخ. شوفوا هذه المعايير، مرة تجنن، مرة حلوة، 19 دولار، مرة خطيرة، مرة حلوة، حبيتها. بس صراحة ما عندي لي، ما عندي مكان لها في الدولاب نهائيا. يعني يوم رتبت ونظفت تنظيفة رمضان الدولاب راح ينفجر. شوفوا هذه كمان حق القهوة، يا ربي مرة كيوت. خلاص راجعين البيت، باقي 10 دقايق بيجي القطار. ما توقعنا الجو يكون برد، فجأة الجو قلب وأمطار وبرد. المشكلة مو لابسين ملابس ثقيلة، أنا وعمر مو لابسين كويس، فحقيقة مرة صدمة. وأتوقع رح كمان يأذن علينا المغرب في الطريق، فما نصدق إنه هذا آخر يوم رمضان، مرة ما نصدق، مو حاسة أصلا. كل عام وانتم بخير، وتقبل الله طاعتنا وصيامنا وقيامنا. ما تتخيلوا بنات، بعد ما رجعنا يعني على طول عملت الفطور، ومع البرد يعني البيت كله ما قاوم على طول، يعني اخذنا غفوة طويلة عميقة. فقبل شوي انا صاحية، والحين تقريبا الساعة 3. الحين ايش راح اسوي؟ راح اشيل الزين، الزينة حق رمضان، وارفعها. وهنا عندي بلالين بانفخها وارتبها هنا. واخيرا خلصت من نفخ البلون، مره يتعب لاني نفخته بنفسي، نسيت ما اشتري المنفخ حق البلون. يعني من جد هذه نهايه اللي تقضي اخر يومين من رمضان. يلا المهم ما علينا، وانا فصت الحوسه. شوفوا طلع الصباح، حقيقي اول مره ما اعيش اجواء عفتو هي ليله العيد، اول مره ما اعيشها. خلاص انا هنا جهزت الملابس اللي راح نلبسها بعد الشاور وننزل لصلاة العيد. ترى مرة ما باقي وقت وانا لسه قاعدة اصور. فشوفوا هذا لبس عمر، من احسن الاشياء اللي سويتها انه اخذت زيادة هذا السويتر فوق اللبس. هو اصلا كان كذا يعني مع بعض، وكل قطعة تنباع لوحدها، فانا قلت يلا خليني اخذها زيادة لانه تقريبا راح يكون الجو بارد. وفعلا تقريبا احنا امس كذا يعني فجأة دخلنا في الشتاء بدون مقدمات، الجو بارد الى الان. رح البس بنطلون جينز اسود ونفس الشيء هذا السويتر، واصلا انا اوريدي كمان رح البس العبايه عشان الصلاه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قبل شوي رجعنا من صلاه العيد، ما شاء الله يا الزحمه ما توقعت، وغيرنا ملابسنا ولبسنا بجامة العيد. المهم فنجي للطقوس المهمة بالعيد اللي هو فطور صباح العيد، وهذا من أهم الأشياء. مرة أحب هذه الأجواء، فحسوي الفطور وحامل قهوة الصباح أو قهوة العيد، خلينا نقول حامل كوب مليان ثلج، مرة كنت مشتهي قهوة باردة على الصباح. فيلا كذا الكرسون صار معنا جاهز. واخيرا خلصت من ترتيب الفطور. طبعا بعدين حسيت انه لازم احط هذه، مدري كذا حسيت انه يكون احسن من اول انه يكون الكرسون كذا طايح خفيف ولطيف. وهنا راح احط كيكة العيد، راح اوريكم الشكل النهائي لاني ما صورتها لكم. اخيرا وصلت لهذه الفقرة. طبعا بنات ما عبيت بصراحة الكاسة كلها لان الثلج عندي يا دوبك كفى الين هنا، فقلت خليني اعبي الحليب الين عند الثلج، فنص الكاسة راح تكون فاضية. هذه النتائج اللي ما تعبي ثلج اول باول، مرة انسى، يعني اسوي كل شيء بالحياة الا الثلج انساه. فهذه قهوتي وقهوة ماجد، ودحين راح احط الكيك واجيب شوكولاتة العيد و أكون خلصت.